السلام عليكم واهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنرحب بالاخوات اللي انضموا للقناه جداد، كنجدد الترحاب دائما وابدا متتبعاتي الوفيات. يوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم وصفه او وجبه سهله وجد اقتصاديه ولذيذه لذيذه جدا، فما عليكم الا تتبعوا معايا هذا الفيديو باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. احتاجيت البنات جوج ديال البطاطات مسلوقين، غادي نحك عليهم ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه، غادي نحتاج كميه من القزبر والمعدنوس، ممكن البنات تضعفوا الكميه ديال القزبر ومعدنوس مع الثومه يعني توضعوا اكثر، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه معمره بالتحميره، شويه ديال الابزار والملح البنات، ممكن تضيفوا الهريسه البنات اذا عندكم متواجده. انا اليوم ما عملتش الهريسه، اكتفيت غير بالابزار. غادي نمعس هذه المكونات جيدا وغادي نضيف بيضه، ولكن البنات ما غاديش نضيفها كامله حيت انا عندي غير جوج بطاطات، غادي نستعمل غير نص ديال البيض، وان شاء الله في الاخير غادي نقول لكم علاش نعملوا البيض، ممكن تستغناو عليه اذا ما بغيتوش ديروه ماشي مشكل. ولهاد البطاطا البنات ممكن تضيفوا الطن، انا هكا خليتها لكم اقتصاديه جدا. غادي ناخذ البنات الدنجال، انا هنا جبت نص كيلو ولكن غادي نستعمل غير جوج فقط. غادي نقسم الدنجاله في النص، اولا برانيه اولا الدنجال، مهم كل واحد شنو كيسميه. من بعد ما قسمت الدنجله في النص، هذاك النص كنقسمه على النص وكنحاول نفلحو بهذه الطريقه، هذه ما توصلوش البنات نلقع، يعني غادي تضربوا تقريبا اكثر من نص شويه، يعني غتخليو واحد سنتي اولا نص سنتي، المهم ما تقطعوش حتى اللقع بهذا الشكل. وبالنسبه للموس يكون ماضي باش يسهل عليكم العمليه. انا استعملت البنات جوج دنجالات، كل دنجاله كتعطيني 4 القطع. وهنا البنات اذا كنتو غادي تعطلوا غتوضعوا واحد الاناء غتوضعوا فيه الخل والماء وتوضعوا فيه الدنجال ديالكم باش ما يكحلش. دابا البنات من بعد ما قطعت الدنجال ديالي غادي ندوز ما بين داك الفليحات البنات، نعمل هكا البطاطا اللي شرملت. بالنسبه البنات للبطاطا ممكن تضيفوا الطون سواء ديال الزيت ولا ديال المطيشه، كذلك ممكن نعملوا العماره بالكفته او لا بالكفته دجاج او لا اي حاجه. انا هكا خليت تكون عمارة اقتصادية في متناول الجميع، وكذلك البنات هاد العمارة البطاطا كتجي بنينة بزاف بزاف. بالنسبة للبنات راه كتعم هاد الفليحات راه كيتعمروا بكل سهولة يعني ما تخافوش، وفي حالة دفلت لكم يعني او لا تقطعت لكم يعني ماشي مشكل، هي احنا غادي نطيبوها راه كتبقى مجموعة. هنا البنات في الطاجين خديت الصلصه، وضعت هكا الدنجال ديالي بهذه الطريقه يعني ستفتو. بالنسبه للصلصه البنات انا الصلصه المعتمده عندي اللي كتعرفوا مطيشه اللي كنكون مطيبها من قبل مع البربا، كنسلقها كنصفيها كنعملها في فريكو، ممكن تحكوا جوج مطيشات او لا، المهم تحكوا مطيشه او لا تعاودوا طيبوها وتصفيوها كما عملت انا، مهم عندكم الاختيار. وضعت الدنجال ديالي بهذه الطريقه ستفتو في الطاجين، رشيت عليه الملح والزيت، غادي نسد عليه نخليه يطيب. بالنسبه للطياب كيستغرق 45 دقيقه ما كيفوتهاش، يعني اقل من 45 دقيقه. بالنسبه للبنات ممكن تعملوا هاد الدنجال في الكوكوت او لا في الفران. بالنسبه للبيض عملناه باش يخلي البطاطا مجموعه لداخل، اذا ما عملناش البيض يعني هذيك البطاطا كتخرج. كذلك البنات ملي تشوفوه طاب باش تعرفوه طاب، يعني اما غادي تدخلوا فيه موس او لا فرشيطه او لا الكيغدو كما عملت انا.
هذا البنات هو الشكيل ديالهم بعد ما كيطيب، انا خليتهم حتى تعسلوا وتقلوا. كيف كتشوفوا كتجي طيبة مزيان مزيان، وما تصوروش البنات هاد الطاجين شحال جا بنين بنين بزاف. تواتاو البنات المذاقات، نتمنى تجربوا هاد الاقتراح ديال اليوم وينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في اقتراح جديد وفي وصفة جديدة. تحية كبيرة بزاف بزاف لكم كاملين، أحبكن في الله، دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.